السلام عليكم. اليوم سنتطرق إلى فيلم الرعب والدراما اللايف من إخراج شو يونغ وتأليف شو يونغ ومات نايلر. قد أصدر سنة 2020. بداية الفيلم تمحورت حول الشاب الكوري جونو الذي كان منغمسا في طور اللعب الجماعي على الإنترنت مع أصدقائه الذين نبهوه بوقوع كارثة. فبعد أن أدرك ما يجعه أقفل على نفسه في منزله وحاول الاتصال بعائلته دون جدوى. الكارثة كانت ظهور فيروس انتشر في أنحاء كوريا يجعل المواطنين يركضون ويلتهمون بعضهم البعض، ما جعل الشاب يحاصر نفسه في منزله مصدوما من هول ما رأى. ظل شارد الدين وكل دقيقة يشاهد الأخبار لمعرفة المزيد عن سبب انتشار هذه العدوى. ومع مرور الأيام وبعد محاصرة نفسه لأيام عديدة نفذ صبره من انتظار المساعدة، فقرر الانتحار محاولا شنق نفسه إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان. لم يكن الشاب الكوري الناجي الوحيد من هذا الفيروس، بل كانت أيضا فتاة تدعى يوبين القاطنة في الشقة المقابلة له والتي أنقذته من الانتحار. فحاولوا مراسلة بعضهم البعض دون أن يراهم أحد المصابين بهذا الفيروس، ومع نفاد الطعام فكروا في الذهاب إلى الشقق المجاورة من أجل الحصول على لقمة أو أي أجهزة تساعدهم من أجل البقاء أحياء وإيجاد المساعدة، الشيء الذي سيجعل نهاية الفيلم مشوقة ومفاجئة. من وجهة نظري كان الفيلم مبتكرا، حيث أنه حاول التركيز على شخصية واحدة منذ البداية، كما أن كاتب الفيلم كان بارعا نظرا للأحداث التي جعلها تحاكي الواقع عكس هذه الفئة من أفلام الزومبي، وتحسسنا بمأساة الشخصية الرئيسية بفقدان عائلته ومحاولة النجاة وإبراز أهمية التواصل عند البشر. شخصية جونو كانت من أداء الممثل الكوري يو آهين، أبرز أعماله فيتشيرين وبيرنين. كتمثيل كان الأداء جيدا، لكن كانت هناك هفوات تحسسنا بعدم مرور الوقت الذي قضاه منفردا. شخصية يوبين كانت من أداء الممثلة الكورية بارك شيني، من أبرز أعمالها بينوكيو ودكتور كراش. الفيلم من إنتاج شركتي زيب سينما وبرسبكتيف بيكتورز. لتحفيزنا على نشر فيديوهات جديدة على قناة كلاب، لا تبخلوا علينا بالضغط على لايك وسبسكرايب فضلا وليس أمرا. وأخيرا نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم.